ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي قوي قوي. زي ما مكتوب في عنوان الفيديو، كنت بتفرج على مسلسل كلنا بنتفرج عليه وعجبني قوي ستايل لبسها، وبالصدفه كنت هطلب حاجات من شي ان فلقيت حاجات كتير قوي قريبه من ستايلها. طبعا انا مش بقلد بالظبط لان انا كمحجبه، ولان انتي كشخصيتك برضو لازم تحطي الطابع بتاعك في ستايلك، بس هحاول اقرب لكم اكتر من ستايلها او فكره ستايلها اللي اعتمد جدا على السكيرت وعلى الحاجات الواسعه من فوق، واللي هي قريبه جدا من اي حد محجب وراقيه جدا لاي حد مش محجب. في حاجات موجوده على شي ان انا ما جبتهاش، هحطها لكم تحت من نفس لبسها، بس بالنسبه لي كانت شتويه قوي فانا حبيت اجيب حاجات خريفي بما ان الجو خلاص ممكن تكون الشتاء قرب يروح. فهتلاقوا كل اللينكات، الحاجات اللي لبستها في الفيديو ده والحاجات القريبه من ستايلاتها انا ما جبتهاش، تحت في الديسكريبشن بوكس. ومش بس كده، لو عاوزين تطلبوا الحاجات دي هتلاقوا فيه كود ليا خصم من بعد $60 او ما يعادلها بالمصري، هيكون ليكوا خصم عليها علشان يبقى الاسعار لطيفه عليكم. الطقم جبته هو السكيرت دي. السكيرت دي حلوه قوي، والحلوه ان هي تكمل معايا في الصيف. زي ما قلت لكم، هي اعتمدت في الستايل بتاعها في المسلسل على السكيرت بشكل عام، وكانت لابسه برضو عليها جاكيت جلد اسود. حاولت ان انا اجيب اقرب حاجه للجاكيت ده، الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا جدا، وكان موجود بسعر حلو بصراحه. فده كان الطقم اللي هي كانت لابساه في المستشفى، هحاول الاقي لكم صوره ليها. بعد كده مبسوطه قوي بالبلوفر ده، كنت قلقانه منه. البلوفر ده ماتيريال بتاعته حلوه، وهو كمان اوفر سايز بشكل لطيف، ومعاه البنطلون الهاي ويست اللي رجله واسعه، والبنطلون ده بيبقى كنز بصراحه لاي حد محجب. وبرده الطقم ده كانت لابسه شبهه. ومش بس كده، اعتمدت كمان ان هي تلبس احزمه عريضه وضخمه، فحبيت قوي برده ان انا اضيف الحزام لو انا حابه بعدين. والسكيرت دي اللي كانت لابساها في اول حلقه كانت لابساها على بلوفر اوفر سايز، بس علشان انا ما جبتش بلوفر تاني خلاص، عشان خلاص الشتا خلص، فجربته على ده. بس الحلو بقى في الصيف انك تلبسي عليه سويت شيرت يكون طويل، هيبقى الستايل ده حلو قوي، لان السكيرت دي كمان مناسبه انك تلبسيها في الصيف وهي موضه قوي دلوقتي. واخيرا، ده ملوش علاقه بدامت خالص، بس الطقم ده حبيته لانه خفيف، خصوصا انا بسافر بورسعيد كتير ببقى عايزه البس حاجه خفيفه، ساعات ببقى عايزه انزل كده على طول. عجبني قوي وستايله شيك جدا، وفي منه الستايلات دي اشكال كتير مختلفه، ممكن تختاري الشكل اللي يعجبك، هحاول احطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. كمان انت ينفع ان انت تلبسي بستايلك الحاجات اللي انت حباها. في حاجات كتير قوي في شي ان دلوقتي للخريف مناسبه لدلوقتي، وحاجات مناسبه للصيف تقدروا تشوفوها زي ما قلت لكم، حاجات شيك وراقيه. بس فكانت هي دي الحاجات اللي انا حبيت ان انا اوريها لكم واعرفكم عليها واقرب لكم من ستايل دامت اللي كلنا بنحب جدا جدا ستايل لبسها. وعايزه اعرفكم ازاي دايما تاخدوا الهام من لبس حد. اولا، مش صح قوي ان انت تلبسي بالظبط كوبي بيست، لا عادي انت تحطي الطابع بتاعك، حتى لو في اكسسوارز، في خاتم، في طرحه، في اي حاجه تكون بشخصيتك او بما يناسبك. كمان حاولوا تلبسوا دايما مش اي حاجه موضه، حاولوا تلبسوا دايما الحاجات اللي انت شايفه هي مناسبة لشيب جسمك على قد ما تقدري. ويا رب الفيديو ده يكون عرضت لكم فيه حاجات حلوة. فيما يخص موضوع الجمارك، عشان ما نساش يا جماعة، هي الجمارك بتكون عالية شوية، مش هكذب عليكم. مبدئيا هي الجمارك مش قليلة. طيب انا اعمل ايه عشان اتفادى الجمارك اللي انا شايفة برضو ان هي لما بتتقسم على عدد قطع بتحسي ان انت مستفيدة، لان ستايل اللبس ده مش هتلاقيه، ولو لقيتيه مش هتلاقي المقاسات. فده الحاجة الحلوة في شي ان. طيب ازاي تتفادي الجمارك على قد ما تقدري؟ عندك كذا طريقة. اول طريقة ان انت يكون في ليكي حد بره مصر وجاي مصر قريب، ممكن
ممكن تطلبي الحاجات دي وتبعتيها على عنوانه وهو بيشيلها من الكراتين وبيجيبها لك في شنط عادي وهو جاي. دي طبعا بتكون بيس يعني بيسز مش كتيره قوي فعادي هو هيجيبها مش هتتجمرك. يا اما ان انت تكوني اصلا بره مصر وتشتري فمفيش جمارك. اما بقى لو جوه مصر ممكن تجمعي اوردرات، يعني جمعي عدد اوردرات ممكن انت وصحابك، فمثلا لو جالك مبلغ على عدد قطع لما هتقسميها هتلاقي القطعه وقفت على 80 90 جنيه جمارك بتتحسب كده، غير لما تشتري قطعه قطعتين. يعني ما تجيبيش حاجه من بره مصر على قطعه او قطعتين، يعني هاتي عدد كبير. فبالنسبه لي انه حتى لو انا هدفع جمارك لو هقسمها فانا هحوش واشتري احسن من شيء، مش عشان اي حاجه بس زي ما وريتكم كواليتي اللبس، المقاسات، اللبس كمحجبه لاقيه بسهوله جدا حاجات كتير. فيا رب الفيديو ده يكون فاتكم وعجبكم. لو عاوزين تشوفوا الصور اللي هنزلها باللبس ده ممكن تتابعوني على الانستجرام وكمان تشوفوا يومياتي، وبحبكم قوي. باي.